حياكم الله إخواني في هذا الفيديو الجديد بعنوان أفضل 10 أنميات منتظر العام 2021. بمناسبة قرب انتهاء عام 2020 وهي كانت سنة سيئة للإنمي، نتطلع بتفاؤل كبير لعام 2021، حيث سأستعرض أبرز وأقوى 10 أنميات ستنزل في 2021 وهي عناوين حماسية وقوية جدا في عالم الإنمي. فإذا أعجبك الفيديو أتمنى أن تعمل لايك واشتراك في القناة، والآن نستعرض هذه القائمة. في المركز العاشر أنمي شامان كينج. أراهن بأن العديد من متابعين الأنمي متحمسين لهذا الأنمي، فبعد ما يقارب 20 عاما سوف نشهد عودة الأنمي المحبوب شامان كينج. لمن لا يعرف هذا الأنمي، تدور قصته عن بطولة الكهنة الذين يتقاتلون فيما بينهم هم وأرواحهم، والهدف الحصول على لقب ملك الكهنة والتي تمكنك من الحصول على الروح العظمى وتشكيل العالم بالطريقة التي يراها مناسبة. يتضمن الأنمي شخصية يو أسوكرا والذي يتدخل في قتالات الشامان ويكتشف فيها حلفاء جدد وخصوم جدد، ويكتشف المزيد من عالم الأرواح والسر وراء إقامة هذه البطولة. هذا الأنمي تم إنتاجه عام 2000 وهو مقتبس من مانجا أصدرت عام 1998، ولكن المتابعين شعروا بالإحباط لأن الأنمي اقتبس القليل من آرك المانجا. لذلك عشاق هذا الأنمي على موعد مع نسخة ريميك جديدة للأنمي لمشاهدة كل الجنون في أحداث المانجا وهو يتحول إلى أنمي. لذلك لكل من لم يتابع الأنمي، ثق بي هناك الكثير من الأحداث الجنونية في الفصول اللاحقة. في المركز التاسع انمي Rising of the Shield Hero Season 2. Rising of the Shield Hero يسجل عودة عظيمة في 2021، حيث تدور القصة حول استدعاء 4 شبان يابانيين من اليابان المعاصرة إلى المملكة القديمة ليفاجئوا بتعيينهم كمجموعة من حماة المملكة تحت مسمى أبطال المملكة الأربعة، ومهمتهم هي حماية المملكة من موجات الدمار التي أصابت مملكة ميلو مارك منذ قرون مضت. وقد تم منح هؤلاء الفرسان 4 أسلحة وهي سيف ورمح وقوس ودرع. نوبومي إيواتاني أحد الشباب الذين تم استدعائهم يصبح ملعونا ومحل سخرية بسبب سلاحه الضعيف الدرع، حيث قام شعب المملكة وزملائه الأبطال بالاستهزاء به بسبب ضعف هجماته وشخصيته الباهتة. وهنا كانت بداية انشقاق نوبومي عن زملائه ومملكة ميلو مارك ليبدأ في رحلة تطوير نفسه وسلاحه لإثبات قوته وجدارته في حمل لقب أبطال الكنيسة. والآن في المركز الثامن إنمي إيفانجيليون، وهو فيلم إنمي ياباني قادم من إخراج هيدياكي آنو. الفيلم هو الرابع والأخير من رباعية أفلام إعادة بناء إيفانجيليون المقتبسة من مسلسل الإنمي نيون جينسن إيفانجيليون. بعد التأثير الثاني، كل ما تبقى من اليابان هو طوكيو 3، وهي مدينة تتعرض للهجوم من قبل مخلوقات عملاقة تسعى إلى القضاء على الجنس البشري. بعد عدم رؤية والده لأكثر من 8 سنوات، يتلقى إيكاري شينجي مكالمة هاتفية يطلب منه فيها أن يأتي بشكل عاجل إلى مقر نيرف، وهي منظمة تحارب من خلال استخدام آلات عملاقة تسمى الإيفا من إيفانجيليون أي البشري. والآن هدف شينجي هو قيادة وحدة إيفا 01 والعمل في فريق مع قائدة وحدة إيفا 00 أيانامي ري. في المركز السابع إنمي موشوكو تنسي. القصة تتحدث عن نيت، شاب بعمر 34 عاما يقتل في حادث سير ويجد نفسه في عالم من السحر، ويتم إعادة بعثه كطفل رضيع محتفظا بذكرياته السابقة قبل حتى أن يتمكن من تحريك جسده جيدا. لذلك قرر عدم ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه في حياته الأولى مجددا، وعاش حياة لا يوجد فيها أي ندم. ولأن لديه معرفة رجل في منتصف العمر، أصبح بالفعل معجزة ولديه قوة لا يمكن تخيلها بالنسبة لأي شخص في سنه أو حتى أكبر منه. وهكذا تبدأ حياته الثانية محاولا العيش فيها من دون خطأ أو أي ندم. في المركز السادس أكاديمية بطلي الموسم الخامس. بالنسبة لشونن جمب، إنمي ماي هيرو أكاديمي هو الدجاجة التي تبيض ذهبا، حيث سيصدر الموسم الخامس للإنمي في 2021. ومن ناحية أخرى أنا معجب بفكرة أن يأخذ الإنمي استراحة قصيرة لإنتاج الأرك القادم بدل حشو المسلسل بالفيلر وحلقات مملة ليس لها دخل بالقصة لا من قريب ولا من بعيد، حيث سيعرض هذا الأرك المواجهة بين الأبطال المحترفين وبين جيش النومو ومواجهة اندوفر مع النومو، وسيغطي الأرك القادم التدريب بين صف 1A و 1B ومواجهة بعضهم البعض. لذلك هو من أقوى الأركات الشونين القادمة، لذلك ستكون سنة 2021 حماسية بسبب وجود هذا الإنمي الأسطوري. في المركز الخامس إنمي تيور إنترنيتي. نحن على موعد مع أقوى الأنميات المنتظر لعام 2021، وهو سلسلة انمي تلفزيوني ياباني مقتبس من مانجا تحمل نفس الاسم من ابداع المانجاكا الغني عن التعريف يوشيتيكو اوياما، وهي نفسها التي رسمت مانجا فيلم الانمي الشهير سايلنت فويس.
تدور قصة الأنمي حول مخلوق غريب يتم إرساله من خارج الكرة الأرضية. يتميز هذا المخلوق بكونه خالدا ومجرد من العواطف. لدى هذا المخلوق قدرة غريبة تسمح له بأن يتخذ لنفسه شكلا من أي شيء. في بداية الأمر كان هذا المخلوق على شكل كرة، ثم اتخذ شكل صخرة، وبعد مدة قليلة أصبح شكله يشبه إلى حد كبير شكل الطحالب. وفي النهاية يتحول من ذئب إلى صبي ويصبح لديه وعي. والآن ينطلق المخلوق الغريب بشكل الصبي في رحلة لا متناهية للبحث عن أماكن وأشخاص وعيش تجارب جديدة. في المركز الرابع أنمي دكتور ستون الموسم الثاني. هذا الأنمي كان من أمتع وأجمل أنميات 2019 وحصل على تقييمات عالية، حيث حصل على تقييم 8.5 من موقع IMDB. إن أنمي دكتور ستون الموسم الثاني سوف يغطي النزاع بين كل من مملكة العلوم وإمبراطورية السوكاسا. قد نرى عودة تايجو ويوزريها مرة أخرى على الشاشة في الموسم الثاني، ومع ذلك فإن الموسم الثاني من أنمي دكتور ستون سيجلب المزيد من الحلقات المضحكة المفعمة بالحركة، وسيغطي الأنمي أرك الحروب الحجرية من المانجا التي يقال أنها الأكثر شعبية على الإطلاق. لذلك نحن على موعد جديد مع المزيد من الاكتشافات العلمية المذهلة والمغامرات الشيقة في الأرك الجديد، لذلك انتظروا الأنمي في 2021. في المركز الثالث أنمي هورميا. بعد أنميات الأكشن والفانتازيا التي قدمناها، نقدم لكم هذا الأنمي الرومانسي. فلقد تم الإعلان عن تبني مانجا هورميا إلى أنمي، وتدور القصة حول شابة عادية تدعى هوري، لكنها في الحقيقة شخص مختلف تماما بعد انتهاء دوام المدرسة. فبسبب والديها المنشغلين بأعمالهم، أصبحت هوري بمثابة والدين لأخيها الصغير منذ أن كانت صغيرة. فما بين الاعتناء بأخيها وإطعامه والقيام بأعمال المنزل، فلا يوجد لها وقت للاعتناء بنفسها ولا ممارسة حياتها الاجتماعية. وفي أحد الأيام قابلت شخص لا يظهر شخصيته الحقيقية بالمدرسة، شاب هادئ يرتدي نظارات يدعى مياموري. اعتقدت بأنه من محبي الكتب، لكن هوري كانت مخطئة تماما. فخارج المدرسة مياموري شخص مختلف، لديه العديد من ثقوب الأقراط للزينة وليس جيدا على الإطلاق بالدراسة. يصبحان صديقان ويتشاركان حياتهم الاجتماعية. في المركز الثاني انمي جنتاما The Final Chapter. لقد كانت رحلة طويلة خلال كل هذه السنوات مع الانمي الكوميدي الأسطوري جنتاما، وكما يقولون لكل بداية نهاية، ولعشاق هذه السلسلة والقصة الملحمية سيتم تبني آخر فصل من المانجا على شكل فيلم انمي طويل. لذلك سيكون من الممتع مشاهدة الفصل الختامي لهذا الانمي الأسطوري بعد كل هذه السنين، والذي كبرنا معه وجمعنا فيه بلحظات كوميدية شيقة وقتالات أكشن وقصة رائعة. والآن مع أكثر وأجمل أنميات المرتقبة لعام 2021. في المركز الأول The Promised Neverland الموسم الثاني، والذي برأيي الشخصي هو من أكثر الأنميات التي أنتظرها لعام 2021، خصوصا بعد النهاية المشوقة للموسم الأول ومعرفة الحياة التي تنتظر الأطفال بعد هروبهم الكبير من دار الأيتام واتحادهم مع بعض من أجل البقاء على قيد الحياة في العالم الخارجي، في عالم يحيط بهم المخاطر في كل زاوية، ومحاولة استكشاف العالم الخارجي الجديد المليء بالشياطين الذين يتغذون على البشر. أنمي أرض نيفرلاند أصبح من أفضل أنميات الشونين الحديثة وأكثرها ترقبا، لذلك دعنا نستكشف عالمهم الجديد من خلال هذه العشرة عناوين. ما هو الأنمي الأكثر حماسا والذي تنتظر مشاهدته في 2021؟ بالنسبة لي شخصيا متحمس لأنمي أكاديمية بطلي وأرض نيفرلاند. وتذكر أني لم أضع في القائمة أنمي بليتش وأنمي ميد إن أبيس الموسم الثاني، لأنه لم يتم تأكيد صدورهم في 2021. ولا تنسى عمل لايك واشتراك في القناة لمشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونختم بسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.